السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. في البداية طبعا بعتذر لحضراتكم عن تأخير موعد البرنامج، طبعا لسبب يعني احنا ملناش أي سبب فيه، ولكن اسمحوا لي إن أنا أقدم لحضراتكم الدكتورة مروة عبد المولى الجندي، استشاري ومدرس أمراض النساء والتوليد بكلية طب عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، أهلا يا أستاذ عمر، أهلا بعتذر بحضرتك. لحضرتك طبعا عن التأخير، ولكن ده خارج إرادتنا. طبعا لا، مفيش مشكلة. طيب، عايزين بس ننوه للساده المشاهدين ايه اللي احنا اتناقشنا فيه مع الدكتوره مروه. طبعا في الفقره الطبيه الخاصه ببرنامج هو المجتمع اتكلمنا عن استئصال الرحم اثناء الولاده، واتكلمنا عن الحمل خارج الرحم، واتكلمنا عن الاورام اللي فيها في الرحم. النهارده هنتكلم عن الولاده المبكره. تمام، تمام. الولاده المبكره امتى نقول ان دي ولاده مبكره؟ عشان نقول ولادة مبكرة لازم نعرف الولادة الطبيعية ايه هي. احنا عندنا الحمل، عمر الحمل بيبقى 40 اسبوع. 40 أسبوع. 40 اسبوع، تمام، اوكي. احنا بنحسب عمر الحمل الطبيعي 40 اسبوع، بداية من الاسبوع 37 لغاية الاسبوع 40. لو حصلت الولادة في اي وقت دي الولادة الطبيعية او الطفل المكتمل. اي ولادة بقى قبل الاسبوع 37 بتعتبر ولادة مبكرة. 38 طبيعي، 39 طبيعي، بالظبط، 40 طبيعي. تمام، بالظبط. كملنا 37 اسبوع من الحمل، يبقى دي احنا في اي حاجة بعدها ولادة طبيعية ده ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. في ما عدا تمام ما قبل ذلك هي الولادة المبكرة. تمام فده اللي احنا بنقول عليه ولادة مبكرة، ده التعريف. ده التعريف. طيب لو هنتكلم بقى عن الاعراض، احنا لازم نعرف ان الولادة المبكرة دي هي نسبتها تقريبا 10%، يعني من كل 10 سيدات حوامل في واحدة من واحدة منهم هيجي لها ولادة مبكرة. تمام. هنعرفها ازاي؟ بيبقى ليها أعراض زي أعراض الولادة الطبيعية، انقباضات شديدة في الرحم، انقباضات منتظمة بتيجي على فترات متقاربة، بيصاحبها تغيرات في عنق الرحم، ممكن يصاحبها نزول بعض المخاط أو الدماء، ممكن يصاحبها انفجار في كيس الرحم، في كيس المياه المحيطة بالجنين، اللي هي أعراض الولادة العادية بس بتيجي بدري عن ميعادها. طيب ازاي ان احنا نتعامل معاها بقى؟ تمام. احنا عشان تجينا مريضة لسه مش في مرحلة في وقت الولادة الطبيعية أو لسه الحمل لم يكتمل بالأعراض اللي زي دي، لازم الأول نشوف هل هي عندها سبب أو عندها تاريخ حمل سابق يؤدي إن هي تخش في ولادة مبكرة. طيب لو عندها سبب، هل اللي هي فيه دلوقتي دي أعراض حقيقية لولادة مبكرة؟ بنبدأ نفحص بقى انقباضات الرحم، بنبدأ نشوف نعمل فحص مهبلي، نشوف في تغيرات في عنق الرحم ولا لأ، نشوف في انفجار في جيب المياه المحيط للجنين ولا لأ، نشوف حالة الجنين أخبارها إيه، المريضة حامل في الأسبوع الكام من الحمل، عشان نقدر فعلا نشخص إن هي في حقيقي في ولادة مبكرة. بعد كده بنقسمها بقى، هل هي في مراحل يعني لسه في أوائل الولادة، أو في مرحلة متقدمة من الولادة، أو في ولادة حتمية. كل حاجة لها تعامل. بالظبط، كل حاجة ليها تعامل. فحسب لما بنقسمهم، هل هي بس مجرد انقباضات غير منتظمة، مفيش معاها أي تغيرات في عنق الرحم، مفيش معاها أعراض حقيقية للولادة، ولا هي فعلا بداية ولادة، ولا هي خلاص اوريدي دخلت في ولادة حتمية هتولد مش هنقدر نتعامل معاها يعني أو نمنعها. بعد كده كل حالة بيبقى ليها، ليها العلاج، بالظبط، ليها الطريقة اللي نتعامل معاها بيها. يعني بيختلف من البداية غير طب ازاي يا دكتور؟ يعني انتوا مثلا انت جالك دلوقتي سيدة، ازاي بتعرفي ان هو دوت هل فعلا دي في البداية او في المنتصف او في النهاية؟ بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هل في أجهزة مثلا عندكم في ابن رشد او في تحاليل معينة بتعملوها ممكن انتوا منها تقدروا تحددوا ده؟ مش حاجات معينة بنعملها، هي احنا بنعمل فحص للمريض. الأول بناخد تاريخ المرضي للمريضة. تاريخ المرضي يعني ايه؟ هل هي عندها حاجة سبب يؤدي إلى إنها تدخل في ولادة مبكرة؟ ومن هنا لازم نعرف الأسباب. طيب ايه هي الأسباب اللي تدخل المريضة في ولادة مبكرة؟ تمام، في أسباب عامة، يعني مثلا سن الأم الحامل. السن الصغير جدا اللي هو قبل 18 سنة ده بيبقى عرضة إن هم يجي لهم مشاكل كثيرة في الحمل ومن ضمنها الولادة المبكرة. السن ليه الكبير، أول ولادة؟
ولا مش شرط، ولا هو لا السن مش شرط، 18 لو سنة؟ هي يعني المرأة حامل وعمرها صغير، البنات الصغيرين اللي بيتجوزوا 13 سنة و14 سنة دول دول بيتعرضوا بيبقى لمشاكل عرضة. كتير للحمل في الحمل. تمام. أحد هذه المشاكل الولادة المبكرة، الحمل بعد سن الـ40 العكس برضو بقى. بالظبط. يعني احنا بنقول تو اكستريمز اوف ايج، السن الصغير قوي والسن ما بعد الـ40. الـ40. الست اللي بتدخن، اللي بتتعاطى بعض الأدوية والمهدئات والمخدرات، سوء الصحة العامة، الصحة العامة للحامل يعني، انخفاض مستوى المعيشة، المجهود البدني العنيف في أثناء الحمل، كل دي حاجات ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. لو الأم جالها قبل كده ولادة مبكرة، ده سبب مهم جدا، لأنه طالما حصلت مرة ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاثة، فكل ما تحصل مرة تزيد نسبة إنها تتكرر مرة تانية. لو حصل لها إجهاض قبل كده، لو الحمل ما بين الحمل والحمل فترة صغيرة جدا أقل من 6 شهور، ده بيعرضها إنها تخش في ولادة مبكرة. طب لو هي في الحمل ده بقى في حاجات تخليها عرضة لولادة مبكرة، زي ايه مثلا؟ مثلا إن هي تكون حامل في أكتر من جنين، توأم او اكتر. توأم أو 3 أو 4 أو أكتر، يحصل انفجار مبكر في الكيس المياه المحاط للجنين، محيط للجنين، يحصل مثلا زيادة شديدة في السائل الأمنيوسي المحيط للجنين بالجنين، كل دي حاجات بتخلي الرحم يتمدد زيادة عن اللزوم، فتزود الضغط داخل الرحم فتخليه يحاول ينقبض قبل ميعاده ويدخلها في ولادة مبكرة. لو حصل مثلا التهاب في السائل الأمنيوسي اللي حوالين الجنين أو في الأغشية المحيطة للجنين، لو الأم صحتها العامة سيئة زي ما قلنا، الأم عندها أنيميا، لو عندها مشاكل في الرحم تخليه ما عندوش القدرة إنه يكمل الحمل للآخر، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت مثلا الأورام الليفية موجودة في الرحم تدخلها في ولادة مبكرة. طيب لو هي مثلا عندها عيب خلقي في الرحم، عندها حاجز رحمي، عندها رحم ذو القرنين، عندها عنق رحم قصير، هي ربنا خلقها كده، ده يخلي الحمل ما يكملش للآخر. بس في علاج طبعا. كل حاجة من دول في حاجات ممكن علاجها، في حاجات نتعامل معاها بطرق أخرى. لو الأم مثلا عملت عمليات وهي حامل، مثلا زايدة أثناء الحمل، عملية كيس على المبيض أثناء الحمل، كل دي بتعرض الأم لخطورة إنها تخش في ولادة مبكرة. ساعات احنا بقى اللي بنعمل الولادة المبكرة دي او بننهي احنا ده الحمل المقصود بيه. مبكر تمام. الأطباء. يعني ليه؟ تكون بيبقى فيه حالة مخاطر. الأم بالظبط، الأم بتيجي في حالة مثلا زي تسمم الحمل، ضغط، ارتفاع شديد في ضغط الدم بيأثر بقى على وظائف الكلى ويكون في زلال في البول ويأثر على وظائف الكبد، دي حالة خطيرة. أيا كان عمر الحمل علاجها إن احنا لازم ننهي الحمل. فأحيانا بيكون سبب الولادة المبكرة احنا اللي قمنا بإنهاء حفاظا الحمل على صحة الأم. حفاظا على صحة الأم في حالات معينة للأم. فدي الأسباب. فاحنا أول حاجة بنعملها لما بنلاقي مريضة جاية بتعاني من أعراض ولادة مبكرة، ناخد منها تاريخ مرضي ونعرف هل هي عندها أي سبب من الحاجات اللي احنا قلناها دي عشان يجي لها ولادة مبكرة ولا يبقى لا. إذن المتابعة مهمة جدا. طبعا ده شيء أساسي، بالذات لو هي عندها حصل قبل كده إن دخلت في مشاكل ولادة مبكرة أو إجهاض أو احنا بنتكلم في نسبة كبيرة، بنتكلم في نسبة 10%. 10%، تمام، فدي نسبة كبيرة جدا. طبعا. فعشان كده المتابعة مهمة، بالذات زي ما قلنا لو حصلت الموضوع ده معاها قبل كده في حمل سابق يعني. فدي أول حاجة. تاني حاجة بنشخص بقى بالأعراض اللي احنا شفناها اللي المريضة جاية بيها وبالكشف بتاعنا وبالموجات فوق الصوتية، عمر الحمل قد ايه، والأعراض دي فعلا هي حالة ولادة ولا لأ. وده متاح عندكم طبعا في مركز ابن رشد. طبعا احنا بنشخص الحاجات دي تشخيصها سهل عندنا، وعندنا الجهاز الموجات فوق الصوتية كل حاجة متاحة، ولازم نعرف ايه السبب. يعني في ساعات بيكون السبب ان في التهابات مثلا في مجرى البول، التهابات في الجهاز التناسلي، لازم ندور على الحاجات دي، لو موجودة لازم نعالجها. ده ليه علاقة لو اللي هو بيحدث متكرر؟ لو مش بتتعالج طبعا هتحدث متكررة،
لو هي عندها باستمرار التهابات في المجاري البوليه مثلا او المسالك البوليه او التهابات في الجهاز التناسلي وما بتتعالجش بشكل مناسب او بشكل جيد، طبعا هيعرضها ان يتكرر نفس الموضوع كل مره وتخش في ولاده مبكره او تخش في انفجار مبكر لكيس الميه اللي حوالين الجنين او اجهاض. دي مشاكل طبعا، حاجات لازم طيب، تتعالج. بنسمع كتير عن حقنة الرئة، تمام، ايه حقنة الرئة دي؟ ده سؤال حلو جدا، لان كل الحوامل جايين في العياده عايزين ياخدوا حقنه الرئه. احنا بنقول ان حقنه الرئه دي هي دواء، ومش مش المفروض ان اي حد ياخدها كده بدون ما يكون محتاجها، يعني لان مفيش دواء من غير اعراض جانبيه. فهي يعني ايه حقنه الرئه؟ دي حقنه عباره عن كورتيزون، نوع معين من الكورتيزون بيعدي للجنين بينشط وظائف الرئه بتاعت الجنين، وبالتالي احنا بنديها للسيدات الحوامل اللي عرضه ان يجي لهم ولاده مبكره، اللي عندهم بقى اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي. تأثيرها بقى ايه؟ هل بنديها ليه اكتمال الرئة فعلا؟ بالظبط؟ هي بتحسن وظائف الرئه بعد الولاده، لان دي اهم مشكله عندنا في الولاده المبكره، ان الرئة الجنين بتاعته بينزل الرئه بتاعته غير مكتمله، فبيحتاج انه يتحط على جهاز تنفس صناعي والاكسجين فتره طويله. ولكن حضرتك حددتي الكورتيزون ان حالات معينة، يعني مش ال... بالظبط، احنا مش كل العيانين او مش كل الحوامل لازم ياخدوا حقنه الرئه، لا احنا بنديها في الحالات اللي عندها تاريخ مرضي او حاجه معينه دلوقتي في الحمل تخليها عرضه انها تولد بدري عن ميعادها. تمام، دي معلومة في غاية الأهمية. بالظبط. ليه بنديها؟ ليه؟ زي ما قلنا، لان الكورتيزون ده لما بيعدي ويروح للجنين بينشط سرعه وظائف الرئة، الرئة. فبالتالي لما يتولد الجنين رئته تبقى كويسة وياخد نفسه بشكل أفضل وما يحتاجش يتحط على جهاز تنفس صناعي أو يحتاج أكسجين فترة طويلة بعد الولادة. وبرده ليها دور في إن هي بتقلل بعض المضاعفات الأخرى من الولادة المبكرة أو الطفل المبتسر، زي مثلا النزيف، زي الوفاة بشكل عام يعني في حديث الولادة. فدي بناخدها لما نكون محتاجينها، مش لكل الحالات بلا استثناء، لا احنا بنقول ان دي بتتاخد في حاجات معينة ليها آثار وبتتاخد جانبية، مرة واحدة ومفيش اي فايدة من تكرارها. لو هنتكلم عن الآثار الجانبية لحقنة الرئة، على طبعا أساس إن ليها إحنا ما اثار نشجعش جانبية. إن أي سيدة تروح تاخدها خلاص. بالظبط، يعني احنا مثلا لو بنديها في سيدة عندها سكر حمل، سكر الحمل مع الكورتيزون مع سكر الحمل بيخلينا نفقد شوية الكنترول أو السيطرة عليه، بتحتاج المريضة إنها تبقى تحت الملاحظة وتتابع سكرها بشكل منتظم، ولو بتاخد إنسولين ممكن جرعة الإنسولين تتغير، فبالتالي دي مش حاجة كده ناخدها بدون داعي، ولو هناخدها لازم تبقى تحت إشراف طبي. طيب، ازاي بقى السيدة تتجنب الولادة المبكرة؟ يعني هل في طرق معينة تعملها تتجنبها من المشاكل بتاعة الولادة المبكرة؟ طب ما احنا نعرفهم الاول ايه مشاكل الولاده المبكره ماشي، عشان بس الناس تفهم ليه احنا بنتكلم في الموضوع ده وايه خطورته. تمام. طبعا الولاده المبكره هي مشاكلها الاساسيه على الجنين او الطفل اللي هو هيبقى حديث الولاده. ليه؟ لان احنا لما بننزل الطفل ده قبل ميعاده او هو بينزل قبل ميعاده، مفيش أي آثار للأم؟ اثار الام بتبقى غالبا نفسيه اكتر. إن هي فقدت الجنين. يعني لان بتبقى عرضه بقى انها تفقد طفلها، يتحط في حضانه، تبعد عنه فتره طويله، انها تتكرر عندها المره الجايه. لكن هي المشاكل الاساسيه بتبقى في الطفل المولود، لانه بيبقى عنده حاجات كتير في جسمه غير مكتمله، زي ما قلنا دلوقتي الرئه مثلا بتكون لسه غير مكتمله، ما بيبقاش عنده القدره انه ياخد نفسه بشكل طبيعي، واحيانا يحتاج ان هو يتحط على جهاز تنفس صناعي. عوامل التجلط في دمه ما بتبقاش لسه مكتملة، الشعيرات الدموية بتكون لسه ضعيفة، فبيكون عنده عرضة انه يجيله نزيف، وخاصة النزيف داخل المخ، وده ليه مشاكله طبعا. بيكون عنده نسبة كبيرة انه يجيله صفرة، الصفرة في حديث الولادة. إذن المكان ليه دور، مكان الولادة المبكرة ده لازم يكون طبعا مهيأ بإمكانيات معينة بالظبط، بحيث يعني المشاكل اللي حضرتك طبعا. السيدة السيدة لو هي دخلت في ولادة مبكرة لازم يكون في مكان، يا إما في حضانة جاهزة تستقبل البيبي، يا إما في طريقة
نقل سريع للبيبي ده بعد ما يتولد يروح لحضانة مناسبة ليه، لأن كل الحاجات اللي احنا قلناها دي معدل الوفاة في الأطفال حديث الولادة اللي بتولدوا قبل ميعادهم ممكن يوصل ل 27%. هي معظم المشاكل فعلا في موضوع وجود الحضانة، احنا دايما بنلاقي المشكلة دي، ان انا عاوز حضانة، عايز حضانة، تلاقي بالظبط اتصل بالطوارئ واتصل هنا وهنا في مكان فاضي، لا هنا مفيش، وبيبدأ، وطبعا الوقت بيعدي وللأسف ممكن كتير بيفقد الطفل بنفقد بسبب حاجة. الطفل، بنفقد الطفل يا اما احنا يعني ما لحقناش نوفر له مكان بشكل مناسب، او من المشاكل اللي احنا قلناها، او ان مناعته بتكون لسه قليله فبيبدا يجي له ميكروب في الدم، بيجي له تسمم في الدم، وده بنسمع كتير قوي عن الاطفال اللي بتخشوا الحضانات بيتعرضوا للحاجات اللي زي كده يعني. بس في فدي المركز نقاط طبعا، معلش الاساسيه. انا مركز على المركز عندكم، لان انا طبعا رحت بزياره شرفت بيها وشفت الله المكان، يخليك. شفت طبعا غرفه العمليات، شفت وكان في تقرير كمان معانا هيتعرض في الفصل ان شاء الله. المكان طبعا مهيئ جدا للحالات اللي زي كده. احنا كان عندنا حضانات وكنا بنستقبل فيها الاطفال المبتسرين، لكن طبعا الحضانات دي لازم عشان تشتغل كويس يكون فيها دكاترة اطفال حديث الولادة مدربين وخبرة وكفاءة عالية، لان دي ارواح اطفال يعني ما نقدرش ان احنا نهزر فيها. فده ما كانش متاح لفترة، فحاليا الحضانات غير متاحة، ولكن احنا بنجهز بقى نقل البيبي ده. اهم حاجة ان احنا البيبي لو اتولد بنجهز له انه يتنقل في عربية اسعاف فيها حضانة متنقلة لمكان احنا مرتبينه قبل كده مع الاب او الاهل، يعني بيبقوا طيب السيدة مرتبين. بقى جالها طبعا ولادة مبكرة، هل الحمل التاني بقى هتيجي خلاص بقى هتبقى في حمل تاني، الطريقة بقى تعمل ايه لتجنب طبعا المخاطر اللي حصلت معاها في الحمل الأولاني؟ تمام. طبعا المتابعة أول حاجة، يعني أنا لو سيدة حامل وحصل لها ده في حمل من احنا دايما اللي هي فيه بنركز على المتابعة لازم، في كل الحلقات، حضرتك برضو ركزت على موضوع المتابعة ده، لازم ليه أستاذ أهمية عمر. كبيرة؟ ليه؟ لأن احنا للأسف بنكتشف إن السيدة اللي بتولد مرة هي في أول مرة بتبقى متابعة ومركزة جدا وراحة بانتظام ومنتظمة على المتابعة. أول مولود أول مولود، تاني فرحانة بقى حمل أول بقى حاجة. تاني حمل بقى يبدأ إيه، لا نروح زيارة أول الحمل وزيارة إيه آخر الحمل على نحدد ميعاد الولادة. تالت حمل بينقل أكتر، يعني خلاص هي عرفت دلوقتي إيه الأعراض وعرفت إيه اللي بتعمله فبتروح على الولادة. تمام، هي بقت خبرة بقى، عندها خبرة بقى من الولادتين اللي بالظبط. فاتت. تمام فإحنا بنقول إن ده مش صح، لأن كل حمل ليه ظروفه، تمام وبالذات لو حصل مشكلة في أحد يعني ممكن يختلف الحمل. الحمل الأول عن التاني عن التالت، طبعا كل واحد ليه أعراضه. كل واحد كل حمل ليه ظروفه، تمام بالذات لو حصل في مرة مشكلة أيا كانت هي المشكلة، فبالتالي ده معناه إن أنا من أول الحمل اللي بعده لازم متابعة دورية ومتابعة مع حد كويس، ولازم أكون أنا عارفة خطورة الحاجة اللي حصلت لي، ولازم أنبه الدكتور اللي أنا بتابع معاه على اللي حصل لي قبل كده. فدي أول حاجة المتابعة. تاني حاجة بنغير اللايف ستايل بتاعنا أو أسلوب حياتنا اللي احنا قد يكون هو السبب، بمعنى مثلا الست المدخنة بتوقف تدخين، بنمنع المجهود البدني الزائد عن اللزوم أو العنيف، بنحاول ان احنا نعالج الالتهابات اللي موجودة إذا كانت التهابات في مجرى البول أو التهابات متكررة في الجهاز التناسلي، كل ده لازم يتعالج. لو احنا اكتشفنا ان السبب عيب خلقي مثلا في الرحم، حاجز رحمي او عنق الرحم فيه مشكله، ده ليه جراح، بنعالجه جراحيا قبل الحمل التاني علشان خاطر ما يتكررش تاني ولاده طبيعيه ولاده مبكره. فهي كلها وقايه. لو احنا شخصنا ان سبب الولاده المبكره ان عنق الرحم قصير مثلا او ضعيف مش بيقدر ان هو يكمل الحمل، في حاجة اسمها ربط عنق رحم بيتعمل أثناء الحمل، دي أحد الحاجات اللي احنا ممكن نعالج بيها. ممكن ندي مهدئات للانقباضات الرحم دي تمشي عليها المريضة أثناء الحمل عشان نساعدها شوية إن الرحم يستوعب الحمل ويكمل لغاية لما يبقى الطفل يكتمل. طيب لو هنقدم بقى نصيحة بقى أخيرة، نصيحة عامة من البداية للنهاية للحامل، إزاي تحافظ على نفسها وتحافظ على الجنين؟ زي ما قلنا المتابعة، الغذاء الصحي، بنبتعد بقى عن الحاجات اللي هي ايه فيها مواد حافظة وفيها حاجات غير صحية ما بنحاولش ان احنا نتجه ليها.
نمنع التدخين تماما، وما نحاولش ان احنا نكون موجودين في بيئة حتى فيها حد بيدخن. نهتم ان احنا ناخد نعمل التحاليل اللي الدكتور بيطلبها. التحاليل دي مهمة جدا، وظائف الكبد ووظائف الكلى والتحاليل الانيميا وتحليل الغدد، كل الحاجات دي مهمة ان احنا نعملها. لو في انيميا لازم نعالجها، الدكتور لما يدينا علاج لازم ناخده. لو عندنا اي اعراض لالتهابات او تلوث بشكل عام او عدوى بكتيرية او عدوى فيروسية لازم نهتم ان احنا نعالجها بدري عشان ما يحصلناش فيها مشكلة. الام لو حست باي اعراض غريبة، انقباضات شديدة في الرحم او نزول افرازات مهبلية او نزول بعض الدم او انفجار مبكر في الجيب في الكيس المياه حوالين الجنين، لازم تروح حالا تزور الطبيب بتاعها او تكشف في المستشفى. دكتور مروة طبعا ونتمنى الخير لكل الناس دي. ان شاء الله طبعا نورتينا، الله وفي يخليك. الحلقات السابقة طبعا نورتينا جدا، انا وحصل مبسوطة معانا انا كمان. تفاعل غير عادي في البرنامج وعلى صفحة البرنامج. وطبعا يا ريت الساده المشاهدين يشاركونا اقتراحاتهم عشان خاطر الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله مع الدكتوره مروه، ان شاء الله تبقى تشرفنا ان شاء الله تاني. دي كانت طبعا الحلقه الاخيره في الموسم الاول للدكتوره مروه. طبعا يعني يا ريت ان احنا نكون قدمنا حاجه نقدر ان احنا نفيد حضراتكم بيها. طبعا هو البرنامج اجتماعي، ولكن كان في الفقره الطبيه اللي هي تخص السيده المصريه اللي هي طبعا جزء كبير جدا من الاسره المصريه. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بفقره اليوم. طبعا هنخرج لفاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. شكرا شكرا دكتوره مروه. شكرا. ابن رشد، مركز دكتور رجب عبد السلام للنساء والتوليد. يتشرف مركز ابن رشد بخدمتكم طوال ايام الاسبوع على مدار ال 24 ساعه، استقبال حالات الطوارئ والولادات الطبيعيه والقيصريه، عياده خارجيه للكشوفات ومتابعه الحمل وتنظيم الاسره. في مركز ابن رشد اطمئني على جنينك بأحدث أجهزة السونار رباعي الأبعاد. وكمان بيوفر مركز ابن رشد معمل تحاليل مجهز لعمل كافة التحاليل الممكنة وتحليل الأنسجة. مركز ابن رشد يتميز بغرف عمليات مجهزة بأحدث الإمكانيات للولادة الطبيعية بدون ألم والولادة القيصرية بدون ألم، والعمليات الكبرى لاستئصال الرحم والأورام الحميدة وجراحات المناظير التشخيصية والعلاجية، وغرفة رعاية خاصة للمتابعة بعد العمليات. مركز ابن رشد بيوفر ليكم غرف إقامة متميزة بتناسب جميع الإمكانيات والأذواق. مركز ابن رشد بيوفر ليكم خدمة طبية متميزة على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين على رأسهم دكتورة مروة عبد المولى الجندي، مدرس أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس، ومجموعة من الممرضات ذوات الخبرة والمهارة. في مركز ابن رشد بيتم تطبيق أحدث سياسات التعقيم ومكافحة العدوى. مركز ابن رشد، خدمتنا لن ترضى عنها بديلا. مركز ابن رشد، شارع الجمهورية 23 يوليو المرج الجديدة. مركز ابن رشد للنساء والتوليد، أيادي في الجنة.